ملعب الموصل الاوروبي ده يسير بخطى جيده جدا، واعتقد انه اتمنى انه تتابعوه، نسب الانجاز تزداد، وحتى الامور الماليه نوفر لهم اياها بشكل كامل من اجل انه تزيد من وتيره العمل والانتهاء من عنده خلال المرحله، يعني خلال السنه ونص القادمه ضمن الجداول الزمنيه الموضوعه. هذا واحد. ايضا هناك ملعب الاداره المحليه، اليوم كنت اتكلم ويا السيد نائب المحافظ على الملعب، راح احنا نرسل مكتب استشاري، لان اعتقد ظهر خلاف ما بين الاخوه في المحافظه حول الكادر الهندسي الاستشاري اللي القسم يعني يطلب ازاله الملعب، والثاني انه يقول لا ممكن اصلاحه، بالتالي سنرسل فريق لتقييم الوضع مره ثانيه من اجل الانتهاء من هذه المشكله حتى يوضع هذا الملعب ضمن المشاريع ان شاء الله القادمه للمحافظه. اعتقد السيد المحافظ متعاون جدا في هذا الجانب وفي دعمه الى قطاع الشباب والرياضه. اعتقد راح تكون عندي زياره قريبه للمحافظه، راح تركز على ماهية المشاريع اللي سيتم الاتفاق بها مع السيد المحافظ من أجل إتمامها خلال المرحلة القادمة. إحنا عندنا مراكز الموهبة الشبابية كما هي مراكز الموهبة الرياضية، والعمل يجري بها، ولكن أنت تعرف نقل الصلاحيات وارتباط مديريات الشباب ومنتديات الشباب بالمحافظات قلل من قدرتنا على التواصل بشكل كامل لإنجاز كل مشاريعنا. بعض المحافظين، سادة المحافظين وبعض المحافظات، اكو هناك تعاون كبير، ولذلك نقدر يصير العمل يعني يسير بشكل جيد، ولكن في بعض المحافظات التعاون لم يسر بالشكل المطلوب، مما اثر على دور الوزارة في اتمامها او في ادراجها للكثير من المشاريع خاصة الشبابية اللي يحتاجها. ولكن رغم كل هذا انه ما عمل في وزارة الشباب خلال هذه السنتين فيما يخص العمل الشبابي، أنا ما أريد أتكلم عن دور الوزارة، ولكن سيتم الإعلان عنه، هو أكبر بكثير مما أنجز خلال السنوات الماضية.